بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الملائكة صورها وأشكالها وكيف خلقت ومدد السماء. تقول بعض المعتقدات بعض التقارير عن الجيش الروماني أنهم كانوا ينتصرون في معاركهم خصوصا عندما تظهر تروس في السماء تقصف أعداءهم بالصواعق. ما معنى هذا؟ هذا كان الرومان يقولون هذا مدد السماء يأتينا على شكل تروس، أي صحون طائرة في ترس مدور الشكل دائري، فيقصف الأعداء بالصواعق فيعلمون بأنهم سينتصرون في تلك المعركة لا محالة. والله أعلم. فصل في ذكر الملائكة في شرعنا المطهر. قال الله تعالى: وله معقبات يحفظونه من أمر الله. المعقبات هي الجن الملائكة، الملائكة الأرضية يحفظونه بأمر من الله تعالى، هكذا يشاع والله أعلم. قال الله تعالى في سورة الصافات: والصافات صفاء فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، قيل هؤلاء الملائكة. وقال تعالى في سورة المرسلات: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقيات أمرا، قيل كذلك هؤلاء هم الملائكة. وفي سورة النازعات قال الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، كذلك في تفسير هذه الآيات قيل هي الملائكة. بسم الله. الملائكة خلق من خلق الله تعالى، يجب الإيمان بوجودهم، وهذا ركن من أركان الإيمان، وهم يطوفون علينا نحن البشر في البعد الثالث لكننا لا نراهم، فهم في بعد آخر لا تدركه أبصارنا، بينما هم يبصروننا ويسمعوننا، ومنهم من يعلم ما في نفوسنا بقراءة الأفكار ويؤثرون علينا إن شاء والله أعلم. وقد وصف الله تعالى بعضهم في القرآن وكذا الأعمال الموكلة لهم، وقد حدثنا عن صفاتهم الخلقية، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. لكن هناك حقيقة أقرها القرآن، وهي أن رغم عددهم وعددهم وأجسامهم الهائلة الخيالية وقدراتهم التي تفوق قدرات البشر والجن بملايين المرات على الأقل، لكن الله تعالى أخبرنا بأنه لو أنزل ملكا إلى العالم الثلاثي الذي نحيا فيه نحن البشر فإنه ينزله في جسد كجسد ابن آدم يتقمصه ويلبس ما يلبس الناس ويستعمل ما تستعمله الناس والجن من آلات، وهذا لحكمة نجهلها إلى حد الآن والله أعلم. الملائكة في قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، نزلت في الذين قالوا أن قريش تعبد الملائكة لا الأصنام، فإذا دخلت قريش النار فالملائكة كذلك ستدخل النار، فأجابهم الله تعالى بالوحي أنهم يسلمون من عذاب الله بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي الملائكة لا يدخلون الجنة بمن الله وفضله، لا يدخلون النار بمن الله وفضله والله أعلم. فصل في قوله تعالى: يقولون لولا أنزل معه ملك فيكون معه نذيرا، وقوله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين،